بسم الله. احنا اتعلمنا قبل كده ازاي نرسم حيطة بالطريقة العادية architecture wall. دلوقتي هنتعلم طريقة جديدة. لو انا لسه بعمل خطوط للمبنى كافتراضي ولسه اشوف المنظر ده ينفع مينفعش، باجي على نوتيت ديتيل لاين بحاول ارسم شكل مبدئي كده للمبنى اللي انا بتخيله. ابدأ ارسم اوضة، برسم مستطيل عادي بتخيل ان ده اوضة، لسه برسم دايرة، برسم خط مثلا. تمام، دي خطوط عادية. الشكل مثلا انا موافق عليه مبدئيا، خلاص بروح للاركتكشر وول وبختار من هنا بيك لاينز. تمام، ومن الارتفاع هخلي ارتفاع الأوضة ديت ارتفاع الحيطة 4 متر وابدا اختار الحيطان. مجرد ان ادوس على مره واحده خلاص بتتحول لحيطه طولها 4 متر. بس في مشكله دلوقتي ان الحيطان لسه، ان الخطوط اللي جوه لسه موجوده، فاعمل سيلكت على كله ومن فلتر هنا معلم هو على اللانس هقول له ايه اوكي كده انا معايا اللاينز، اقول له ديليت. الحيطان بس هي اللي موجود دلوقتي. أخوكم عمرو سليم.